شذرات، لكنه لما طحن مش عارف ايه وعمل ايه وحط الجزء ايه وشرب ايه والعالم تشوش في ذهنه، قدر يجمع من هذا العالم العبثي قصة جميلة جدا. حتى الإشارات اللي فيها إشارات جميلة جدا عن الطفل أو عن الولد شبه المخنث. أنا يعني أنت تلمس هذا الكلام، هذا العالم لمسه، والناس بتضربه، وبعدين الناس يقولوا يا جدعان معلش ده هو والله ده هو زيكم برضه، ده يعني انت يعني هو بيلمس الأشياء برقة وعزوبة من غير ما يخش فيها بشكل فج. أيوه يعني إذا أنت أمام كاتب يستطيع وبيعرف كيف يكتب القصة. النمط الثالث من القصة هو القصة الأقرب إلى الحكاية، القصة الأطول خالص، اللي هي يعني أزيد من النمط الثاني اللي أنا قلت عليه، ودي بتتاح للكاتب قدرات كتابية تقترب من كتابة الرواية، وتكون القصة أقرب إلى حكاية، واللي بيسوق السرد القصصي اللي هو الحكي، ويلجأ الكاتب في هذه القصص إما إلى أشخاص، عدد من الأشخاص بيحكي عنهم، زي ما قصة القصة الأولى عن الأشخاص اللي هم في الحجز وبيرسمهم لي رسمة كويسة، بدون رغم أن الزمن في هذه القصة هو ليلة الحجز، بس بيستعرض لي هذا الكم من الأشخاص في قصة مثلا تزيد عن 25 صفحة، وأنا بتقبلها وضعها في نطاق القصة القصيرة لأنه عالم مترابط. الحتة الوحيدة اللي زادت هي في السطر الأخير اللي لمحت إلى أن بعد مرور 20 سنة وهو ماشي هو والطفلة، ده بس اللقطة اللي حسيت إن في زمن مر، لكن كل القصة هي جو قصة قصيرة. اللي يمسك بهذا العالم عشان يكتب قصة من 25 صفحة دون أن تمل كقارئ وتستطيع، وعالم دخول التخشيبة ده لم يتح لكثيرين منا، والدخول فيه بهذا الشكل وبهذا الجمال، يعني الموضوع له قوانين، حتى دخول الحمام، حتى فعل السجاير، كل واحد بيطلع الحاجه اللي معاه، يعني ما هوش الدنيا مش سايبه، الدنيا منظمه جوه بشكل جميل. وهو احمد جاء دخل واخرج لنا بهذه القصه. حكايه الست عن ريحانه ايضا عالم قصه، هي موضوع روايه، هذه القصه لو اشتغل عليها شويه خلاص احنا بقينا امام روايه. يبقى انت امام ثلاث انماط من الكتابه، ربما الثلاث انماط دول يعني زي ما انت بتعتبرهم ميزه للكاتب يمكن ان يكونوا مأزق ايضا، لان يعني هي دليل على تغيرات في طريقه الكتابه عند احمد. يعني يبدو ان في قصص يعني سبقت قصص، او انها تجميع، او ان يعني كان بيشاور عقله في اكثر من مره ان هو يخش في موضوع الروايه وبعدين ثم تراجع، او لم يعني اقصد اقول ان احنا لما تبقى قدام النماذج الثلاثه من كتابه القصه القصيره انت بتتمكن انك انت قدام حد بيكتب كويس جدا، لكن ايضا ممكن ان تؤول على انها احمد كتب هذه القصص على مراحل طويله، في مراحل كان معني بالقصة القصيرة الجميلة الصغيرة، وبعدين بعد كده بدأ يطول شوية، وبعدين مغرم بالتقسيم، وبعدين بدأ يوسع العالم. لاحظت ان مثلا في القصة القصيرة اللي هو النمط الاول لا خطأ مطلقا في اي قصة من هذه القصة، دي قصة يعني انكتبت ووضعت على الورق كما هي وتقبلها انت كقارئ. الامور لما تتسع يبدا يحدث نوع من الارتباك شويه، ويحدث نوع من تغير الضمائر، يعني يبقى القصه بتتحكي في فقرتها الاولى والثانيه بضمير الغائب، وبعدين يجي في الاخر حد يتكلم. يعني ايضا الحكايات السته عن ريحان، يعني الحكايات السته عن ريحانه، انت لما يعني انا ببقى عايز اعرف مركزيه السرد فين، الزاويه اللي هو بيصور منها هذا العالم، عشان تبقى الدنيا واضحه. اذا تعددت الزوايا، زوايا الرؤيه نفسها، المفترض ان احنا هنبقى امام روايه اصوات، وهتلقى وجهات نظر مختلفه عن ريحان. انا ما لقيتش في هذه التقسيمات وجهات نظر مختلفه كثيرا، يعني هي كلها كانت بتكمل بعضها. اذا كان يصلح في هذا العالم ان احمد يكتب هذه
القصة واحد اثنين ثلاثة أربعة، والسرد يبقى عليم وهو شايف عم حسن اللي على المنزلة، وشايف عبد الفكهاني اللي شايفها، وشايف ريحانة بما تفعله، وابقى في حالة غنى عن كتابة القصة بهذا الشكل. يعني الارتباك في الضمائر ده كان أحد الأشياء اللي هي تعدد الرواة، الموظف ومش عارف ايه، كل دول كانوا عبء على القصة، لأن أنا وأنا بقرأ بلاقي الضمير اتغير بدون ما تغير حاجة في السرد. أنا عارف إن هو عايز يحول ريحانة في الآخر إلى حالة أسطورية زي ما عمل مع بديع. مع بديع. كان ده سهل قوي، سهل للراوي العليم يخرج هذا العالم لنا بشكل جميل ومقنع. المهم إنك أنت في نهاية هذه المجموعة البديعة الجميلة لا بد وأن تشعر إنك أنا كاتب كبير، كاتب قوي، كاتب متمكن من أدواته، موضوعاته واضحة، تأملاته والتأملات دي مهمة جدا لأنها بتضيف وظيفة للسرد. بدل السرد ما يبقى حكي فقط لغير، أنت بيأجل السرد ده الحدث يأخره شوية ويظهر التأملات بتاعته وأفكاره هو، بما يضيف على القصة نوع من الغنى. يعني أنا بحيي أحمد وبتمنى لهذه المجموعة حظ أجمل في أنها تقع في إيد مسابقة كويسة تتحكم بشكل حلو، يعني تتشاف بشكل أفضل من كده. وفي انتظار أعماله القادمة، وهو مطلع رواية اسمها في حضرة الشارع الطويل، أيضا نتمنى له المستقبل الجميل إن شاء الله.